طبعا احنا بنعرف ان الاجواء كلها روحانيه، لما نمشي الواحد بيرتاح نفسيا كده. صح صح هو شوف مكه يعني اجواء الروحانيه تيجي في موسمين، رمضان والحج، بالذات لما تكون انت في جانب الحرم مثلا، ففعلا يتاثر عليك نفسيا يعني مثلا زي يعني حتى مثلا حتى على بعض الشعراء احيانا يعني في بعض القصائد تاثر عليهم، مثلا قصيده قف بالطواف. اي طبعا هذا اي واحد يسمعها الغنية هذا طب تعرف انه هذه قالها في مكه. طبعا ايام الشعر الجاهلي برضو كثير من الشعراء أيوة. ايام الشعر الجاهلي كان يذكر الحجون والمناطق ايوه هذه. ومكه أيوة تحديدا يعني أيوة. قصيده أيوة. مكه مشهوره اي ف كانوا يعني نفس شو اسمه الحواري يذكروا الحواري اسماء الحواري الحجون مثلا المنطقه الفلانيه فطبعا لها تاثير لها تاثير. كلمنا عن الاجواء طاعة على ذكر الحواري وانت تربيت في مكه وعايش في مكه، كلمنا عن الحواري هناك وحتى اثرها في الطفوله، الانسان بيتربى والبيئه لها اثر كبير جدا، الحواري تحديدا اللي ممكن تخلق الخالق الله، لكن هي تخلي الانسان يبدع ويتفنن وبل ويزيد غير الاجواء الروحانيه اللي في مكه نفسها، لكن الحواري انا تخيلت شكل مكه طبعا اكيد بنمشي بنشوف الزقاقات هو بصفه عامه البيئه تؤثر على الكاتب على الفنان على الشاعر على البيئه تؤثر. يعني مكه لها مرحله، المرحله دحين انا لا في تطور في شيء، في بعض الحواري تلغت، لكن اول كان الناس مجتمعين والزحمه وما الزحمه، فكان حتى الكتابات تاثر. الان لا يعني في ابداعات لانه الناس كانت تجتمع مع بعض في مكان واحد وزي كذا، دحين في هذه الايام حتى الجار ما يدري عن جاره تغيرت اي تغيرت في 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 يعني امور تغيرت.